لكم فاميليا، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا كلشي بخير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد كيكه ديال الزبيب واللوز والقرقع. بسم الله، دابا نبداو بالمقادير. عندي هنايا 4 ديال البيضات، شويه ديال الزبيب، شويه ديال اللوز، شويه ديال القرقع. عندي هنايا الكاس ديال السكر، الكاس ديال الحليب، الكاس ديال الزيت. عندي هنايا واحد ساشي ديال السكر باني، واحد ساشي ديال الخميره ديال الباستيلي. عندي هنايا ملعقه ديال القرفه، وعندي هنايا دقيقه على حساب الخليط. بسم الله، نبداو ندير هنايا البيضات ونزيدو السكر. ونزيدو السكر باني، دابا نخلطو مزيان. صافي، دابا نزيد عليه الحليب والقرفة. ونزيد عليه الزيت. صافي، دابا نخلط عاوتاني. هنايا عبرت الكاس ديال الدقيق. بسم الله، نخلطو شويه. دابا نزيد عليه الزبيب واللوز والقرقع. ونزيد عليه الخمارة. صافي، دابا نخلط مزيان. ونعبر الكاس آخر. بسم الله، ونخلط عاوتاني. انا عبرت الكاس قلة ربع. درت فيه 3 كيسان قلة ربع ديال الدقيق، وعندي هنايا مولد ديال السيليكون. درت فيها شويه ديال الزيت، بالزيت وشويه ديال الدقيق. بسم الله، صافي فاميليا، سخنت الفران قبل. دابا ندخل الكيكه ديالنا في الفران دقائق على حساب كل فران بواحد. صافي فاميليا، الكيكه ديالنا صافي وجدات. طلعت معكم واحد تروثو باش تشوفوا كيفاش تجي من الداخل. كيجي زوين مع الزبيب وعنده الريحه زوينه ديال القرفه. كنتمنى تجربوه في ديوركم ان شاء الله، وتاكلوا بالصحه والراحه ان شاء الله. حتى شي فيديو لاخر ان شاء الله. سلامه فاميليا.